لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. طالب سر جماهير الوداد من المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو الاعتماد على المدافع الحسين بن عيادة مكان أيوب العملود، وذلك في المواجهة القادمة ضد نادي مولودية وجدة، خاصة بعد تراجع مستوى أيوب العملود في المباريات الأخيرة لفريق الوداد. لذلك طالب سر جماهير الوداد بإعطاء الفرصة للحسين بن عيادة بعد عودته إلى الميادين، حيث غاب لمدة طويلة عن فريق الوداد للإصابة. كما أشاد سر جماهير الوداد بالحارس يوسف مطيع والذي كان في المستوى المطلوب بعد غياب الحارس الأساسي أحمد رضا التكنوتي حتى نهاية الموسم للإصابة، وقدم يوسف مطيع مستوى جيد في المباريات التي شارك فيها مع فريق الوداد، خاصة في الديربي ضد فريق الرجاء الرياضي. سيفتقد فريق الوداد لخدمة 4 لاعبين في المواجهة القادمة ضد نادي مولودية وجدة، وذلك لحساب الجولة 22 من البطولة الوطنية الاحترافية على أرضية مركب محمد الخامس. وسيغيب الثلاثي رضا الجعدي والمدافع أمين فرحان إلى جانب اللاعب أيمن الحسوني، وذلك لتراكم البطاقة الصفراء. كما سيغيب الحارس طه مريد بعد حصوله على البطاقة الحمراء لتورطه في الاشتباكات بعد نهاية الديربي ضد فريق الرجاء الرياضي. وسيكون على المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو إيجاد البدائل المناسبة لتعويض هذه الغيابات ضد نادي مولودية وجدة، وذلك لتحقيق نتيجة إيجابية وتقليص فارق النقاط بينه وبين فريق الجيش الملكي صاحب المركز الأول.